معنا مريم من الدار البيضاء. مريم السلام عليكم. صباح النور اختي جميلة، بخير لاباس عليك؟ الله ربي يحفظك. كنتي على خير؟ امورك هانية صحتك؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اليوم الاطباق اللي غتقترحي علينا مريم، منين جبت منين؟ عندنا بيتزا طنجروتي على الطريقة الأصلية وعلى بجوج ديال الحشوات، وعندنا غراتان ديال الروز، اييه، وواحد الكيك فيها سكينجبير والقرفة ديال الوقت ديال الوقت. ديال هاد الوقيتة. نعم، نبداو بالبيتزا ديالنا. بالنسبة للبيتزا، بالنسبة للعجين، فيها 370 غرام ديال الدقيق الأبيض، كنضيفوا ليه واحد شوية ديال الفينو غير باش كنهرسوا هذاك الفورص باش ما نديروش بوك. هذه العجينه ديال البيتزا. معلقه صغيره ديال الملحه، اييه، معلقه كبيره ديال السكر، اييه، شويه ديال الزعتر حكوا بين يدينا، جوج المعالق كبار من بودره الحليب كيعطينا واحد الطراوه للعجين، واخا، ومعلقه صغيره تكون عامره من الخميره الفوريه، خمسه المعالق كبار ديال زيت الزيتون، اييه، كنجمعوا العجينه ديالنا هاد العناصر كامله كنجمعوها بالمدافي. واه خاصها تعجن مزيان، من بعد مباشره كنشكل كويرات. شحال كتخرج لك تقريبا هاد الكميه ديال العجين؟ هاد بالضبط هاد العجينه غادي تقريبا واحد الخمسه ديال الكرات. مزيان. المهم هاد الوصفه هادي اختي جميله راه خديتها من عند صاحب مطعم. يعني هما متخصصين في الوصفات الايطاليه او البيتزا الايطاليه. واخا. ولا بغات السيده تعبر هذا الكرات، اييه، تقريبا ما بين 110 120 غرام في كل كره. واخا مزيانه هذه، حيت كاين سيدات اللي كيبغيو العبار. صافي. من بعد كنشكلوا كويرات كيف ما قلت لك باستعانه بالفينو، وكنحطوهم في واحد البلاطو كنرشوا فيه الفينو، نحطوهم في البلاطو نغطيوهم بالفيلم اليمونتيغ وندخلوهم الثلاجه هكاك. علاش؟ عندنا من يعني تما يعني ماشي غيخمروا، ماشي غيخمروا، كندخلوها للثلاجه كي كترتاح هكاك. مزيان. وفاش فاش كترتاح تقريبا عندنا من ساعه للفوق، نخليهم حتى ليله كامله. مزيانه واخا. فاش كناخذوا العجينه مباشره كنجبدوها من الثلاجه مباشره كنسرحوها بالمدلك. فهمتي اختي جميله؟ وي. عندنا نبداو دابا بالحشوه الاولى. اييه. الحشوه الاولى فيها واحد البصيله مشحه. مع الصدر ديال الدجاج، مع شويه هذا البزار والملحه، وواحد شويه ديال الخرقوم يعطينا اللون. واخا. كنضيفوا ليه لدان تفيمي، حتى هو نزيدوا شويه نشحروه مع هذاك الدجاج باش يخرج لينا هذوك المذاقات اللي فيه. صافي. من بعد كنكونوا موجدين صلصه البشاميل، راه تبارك الله كلشي كيعرف يصاوبها. غير هو في الاخر كنضيف لها واحد جوج ديال الفرماجاج ولا شويه ديال الفرماج حمر محكوك. واخا. صافي. كناخذوا العجينه ديالنا كيف ما قلت لك، غادي نسرح الكره الاولى، اييه، ما تكونش رقيقه بزاف وماشي ما نغلطوهاش. واخا. كندهنها بهذيك صلصه البشاميل، اييه، وكنحط فوق منها هذيك الحشوه اللي فيها الصدر ديال الدجاج ودان تفيمي، وكنحط جميع انواع الفخوماج اللي عندي في الدار. بالنسبه لي انا كان عندي فخوماج فيمي وكان عندي فرماج حمار. دونك كتزعمي بيديك انا. حيت هو السر ديالها في دوك الفخوماج، الانواع ديال الفخوماج كتجي زوينه الصراحه، هاد الحشوه هادي كتجي خطيره. نعم واخا لالا. صافو كنسدوها على الشكل ديال لي شوستون. واه. فهمتيني اختي جميله؟ فهمتك وتخيلتها وشفتها. راه غادي نسافر لك الصور. واخا. صافو. من الجناب كنطووها بحال كنضفروها. يعني كنبقاو غاديين باش كتعطينا منيدر. مزيان. منيدر زوين. صافي. من بعد غادي ندهنوهم بالصفر ديال البيض، وندير ليهم نحك عليهم عاوتاني واحد شويه الفخوماج من الفوق وندخلهم الفران يطيبوا. مزيانه. كتجي هائله هائله بزاف. لان خاص الناس غير ترد مع البال، حيت خاصنا غير العجينه اللي طيب، لان اغلبيه المقادير اللي داخل طيبين مشحر. طيب. اللي بغات دير هاد الحشوه اولا اللي بغات دير الحشوه الثانيه هي اللي غنعطيك دابا، فيها بصله مقطعه جوانح يعني فهمتيني. ياك. كنشحروها حتى هي شويه الزيت والملح والبزار، كنحطوها على جنب. كناخذوا الفلافل حمراء خضراء صفراء اللي كاين حتى هما يا مقطعين شرائح طويله، وكنشحروهم في شويه الملح والبزار الزيت، كنحطوهم على جنب. كناخذوا الكفته كنديروا لها العطريه اللي بغينا. بالنسبه لي انايا درت الملح البزار بابريكا بودره الثوم، يعني العطريه اللي بغينا، وحتى هي كنشحروها كنحطوها على جنب. صافي. بنفس العجين غادي ناخذوا الكره الاولى غادي نسرحوها
وغادي ندهنوها بصلصه الطماطم. اييه ياك. عاد غادي نحطوا فوق منها هذيك الحشوه اللي درنا، نحطوا البصله الفلافل الكفته صافي، ونحطوا عاوتاني نديروا جميع انواع الفخوز اللي كاينين في الثلاجه واخا لالا صافي. ونسدو هذه كندهنها بالصفر ديال البيض، وكنزينها بشرائح ديال الفلافل، شويه الفخوماج من الفوق، وندخلها طيب. تبارك الله عليك صراحة. بارك الله فيك. يعني هنا كنقول انا كنقول بيتزا المفاجأة، لان بزاف الناس ربما من غير انا ملي كنمشيو نشريوها كنكونوا عارفين انها باش محشوة، ولكن السيدة في الدار تقدر دير بزاف ديال هذا، مالين الدار ما يعرفوهاش باش مصيبة. اختي جميلة، حتى الوليدات بحال هكا اللي كيتغداو في المدرسة نديروها لهم يديوها معاهم. صح، لان ملي كدير لهم البيتزا العادية كتقدر تحيد منها الحشوة، كتقدر بزاف ديال الحاجات. وانا باش ملي تكلمتي على الحشوة انا اكتشفت واحد لاستوس ديال بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا البيتزا معاهم، البيتزا العاديه هي احسن حاجه انك دير الفرماج لتحت. بصح عادش دير عليه المقادير الاخرى بحال اللي كتشبروا بحال اللي كتشدوا. مزيانه. هذه البيتزا الاولى ديالنا، بيتزا ايطاليه. دابا ندوزوا للكيك ولا الكغاطان اللي بغيتي؟ الكغاطان ديال الروز. واخا يلا باش نختموا بالحاله، فهمتي؟ نختموا بالحاله. واخا جميله. وخديت واحد المقيله شحرت فيها، درت فيها واحد البصيله كبيره سلطتها رقيقه وشحرتها، ضفت ليها صدر ديال الدجاج. انا مع كان عندي مكورج اللي طيبته في الماء مع واحد الورقه ديال سيدنا موسى، من بعد شللته وقطعته قطع صغيره وضفته على هذيك البصيله، شويه ديال الملح البزار، شويه الخرقوم، شويه كنجبير غير شويه ما نكثروش. اييه صافي. من بعد كنكونوا سلقنا واحد الكميه قليله ديال الروز. أيه؟ تقريبا واحد نص ثلاثه ديال الروز، الروز غير العادي ماشي روز كلاسي، روز العادي. صافي نسلقوه مع شويه ديال الملحه، كنصفوه من الماء وكنضيفوه على هذاك الصدر ديال الدجاج البصيره اللي كنشحوا. صافي نديوه نجيبوه شويه حتى يتفرد لينا هذيك العطريه، نحطوه على جنب، نصوبوا صلصه البيشاميل. اييه يعني راه نقولها ولا معروفه اللي بغيتي، يقدروا السيدات اللي ما عمرها صيباتها ممكن. واخا واحد جوج معالق ديال الزبده كنديروهم في كاس في كاسرونه. أيه. حتى كتذوب الزبده كنضيفوا لها جوج معالق كبار ديال الدقيق. أيه. الفورص كنحركوا نخلطوا مزيان في هذه المرحله اختي جميله، نبقاو نحركوا باش ما كيبقاش لنا هذاك لوغو ديال الدقيق في فوالا، وتا باش ما يتكربش لينا. صافي. من بعد كنبداو نزيدو في الحليب، تقريبا واحد نص لتر ديال الحليب. اييه يعني حتى كتعقد لينا لاصوص، حتى كنطفي عليها، عاد كنزيد لها شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وواحد جوج فرماجات وشويه ديال الكوزه. انا بالنسبه لي ما كنديرش كوزه، حيت البيشاميل وديك النسمه ديال الكوزه. هذه بالنسبه للناس اللي تبغي تعرف الطريقه هذا، ولكن الطريقه اللي قلتي هي اللي كاينه. وي صافي كنخلطوا هذاك الفخوماج كيدوب لينا في هذيك الحراره ديال البيشاميل. صافي من بعد كناخذ كميه ديال البطاطا كنقطعها مربعات وكنقليها، بالنسبه لهذا الكغاطان هذا كتبغي تجي فيه مقليه افضل. واخا صافي كناخذ المول ديالي اللي غادي ندخلو للفران، كنحط فيه واحد الطبقه ديال البطاطا، كنحط فوق منها طبقه ديال هذاك الصدر الدجاج والروز، طبقه البطاطا، طبقه الصدر الدجاج والروز، وكنخوي البيشاميل من الفوق ونحاول ندخلها للداخل ديال هذا ديال الفران، ديال المكونات ديال البطاطا وهذا. هذيك البيشاميل فهمتي، ندخلها في هذاك البطاطا وهذاك الدجاج. صافي كنعاود نحك الفخوماج من الفوق، وما فيها باس الا كثرناه شويه. لا انا شفت اليوم العشق ديالك الفرماج، ما كتقولناش فرماج واحد، كتقولنا جميع انواع الفرماج اللي كاينين. واخا لا لا صراحه هو كيبنن كيعطي واحد في البيتزا ولي غراتان صراحه، ملي كيتغراتينا بداك لاكولور كيجي زوين صراحه. ما فهمتي متفقين معك متفقين معك. دونك السيده كيف قلتي ملي كنخلطوا بزاف ديال الانواع، كنعرفوا انا السيدات اليوم اللي تيجيبوا انواع مخلطه وكتكون لي ديجا غابي اولا محكوكه، كتقدر تاخذ شويه من هذا شويه من هذا شويه من هذا، راه هي ديك الحفينه اللي غتاخذي من حاجه وحده باش غنمشيو في هذا الاطار. دونك هذا الكغاطان ديالنا ديال الروز كنديروا الفخوماج من الفوق وندخلوا الكغاطينا في الفرن، وبالصحه والراحه نقدموه مع سلاد. الله يعطيك الصحه صراحه. حتى الفكره ديال اننا نديروا الكغاطان ديال الروز مع البطاطا مقليه ماشي ديما تنديروها صراحه. صراحه هذا كيجي زوين، اجي نحليو باش نوليو. المهم بالنسبه لهذا الكيك فيها اربعه ديال البيضات، قيسه ديال الملحه، كاس الا ربع ديال السكر، ما نكثروش الحلاوه بزاف. واخا كنطربوهم مزيان، من بعد كنقصوا من السرعه ديال الطراب، وكنضيفوا واحد الكاس ديال الزيت. صافي نطربوا، وكنضيف راس المعلقه صغيره ديال سكينجبير. واخا معلقه صغيره ديال القرفه،
فاني واحد ياغورت طبيعي او لا ديال الفاني اللي متوفر طاسه ديال الكاكاو واحد الكاس ديال القرقع يكون مقطع غير كنقطعو غير بايديا غير بالموس واخا صافي وجوج خمارات وتقريبا واحد جوج كيسان ونص ديال الدقيق ومعلقه ديال الخل واخا يعني راه معروف كيفاش كنخلطوا المكونات عادي اكيد ياك كندهنوا المول ديالنا بالزبده ونرشوه بالدقيق كنخوي فيه الخليط وكندخلوه للفرن يطيب صافي من بعد فاش طابت ليا الكيك غادي نسقيها خديت واحد الكاس ديال الماء اولا كاس ديال الحليب اللي بغيتو ومعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان كنخلطوا هادشي ما درتش السكر صافي وكنتقبل هذيك الكيك وكنسقيها بهذا السيرو هذا هذا السيرو بالنسبه ليا كان عندي اختي جميله كان عندي الكراميل ياك فسقيتها وشربت لي هذاك السيرو ضفت ليها الكراميل من الفوق وحاولت انني ندخله لداخل بديك الثقوب اللي كانوا بهذيك الثقوب وزدت ثقوب وهذاك الكراميل كيدخل كان عندي كراميل خفيف شويه هذه مرحله اختياريه ولكن كيتواتى الكراميل مع السكنجبير مع القرقاع كيجي هائل عرفتي هذيك الكيك راه درتها للضيوف ديالي حماقوا عليها صراحه ما كثرتيش السكر في الداخل ديال الكيك والحاله اللي زدتي من الفوق على السيرو هذا دونك جا غتجي موازنه ومازال غادي نذوبوا واحد شويه ديال الشوكولا ونديروه من الفوق ايوا هذا راه كيك بريستيج الا زدنا الشوكولا وزدنا واحد كريكيعات الفوق زينا بهم عرفتي اختي جميله كتجي كيك هائله مش هيتكم فيه اول شيء مريم تبارك الله عليك وتبارك الله على وصفاتك وغتبعتي لي الصور دابا في الرقم اللي كيسالي ب 29 دونك شكرا لك بزاف مريم وصباحك مبروك وشكرا على ابتسامتك صراحه كبير هذا اللي سمعت فيه صوتك كبير عندي صراحه شكرا لك شكرا